حسناوات فرنسا في ضيافة الصويرة لأول مرة. منظمو مسابقة ملكة جمال فرنسا اختاروا هذه السنة وجهة الصويرة في إطار رحلة إدماج تنظم كل سنة لفائدة الفائزات في هذه المسابقة، والابتسامة هنا دليل على إعجابهن بهذه المدينة. اخترنا الصويرة لأنها على بعد ساعتين ونصف من باريس. لدينا 3 أيام للاستجمام في جو مشمس واكتشاف المغرب الذي لم تكن إيغيس تعرفه فيما قبل. هذه الزيارة شملت في محطتها الأولى المدينة القديمة للصويرة، حيث اكتشفت المشاركات عراقة التراث الصويري من لباس ومواد تقليدية للزينة. هي أول مرة في المغرب. الصويرة مدينة جميلة، سعيدة لوجودي هنا لاكتشاف العديد من الأمور. اقتنيت شيئا من العنبر كتذكار سأخذه معي. الجو لم يكن إلى جانبنا اليوم، لكن هذا لن يمنعنا من أخذ حصة استرخاء والاستمتاع بالرحلة. جميلات فرنسا سيقضين 3 أيام بالصويرة التي أصبحت ذائعة الصيت في مختلف العواصم العالمية.